أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم تؤكد التزامها بإعلان جوبا. عودة أكثر من 200 أسرة من مناطق الحركة الشعبية لمحلية البرام بجنوب كردفان. السعودية تؤكد زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الخاص وزيادة الدعم في المشاريع الصحية. أهلا بكم. أكدت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم التزامها بإعلان جوبا والإعلان السياسي الموقع مؤخرا. وقال نائب أمين العلاقات الخارجية بالحركة والقيادي بالجبهة الثورية سيد شريف جار النبي لدى وصوله الفاشر أن الحركة وحلفائها في الجبهة الثورية يعملون من أجل السلام، وأضاف سنقدم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار وإنجاح المفاوضات القادمة. وأبان أن وصولهم إلى شمال دارفور من أجل التبشير بقرب حلول السلام ولقاء حكومة الولاية والنازحين وقيادات المجتمع. نحن مع إخوتنا وشركاؤنا في المجلس السيادي أو مجلسي السيادي والوزراء توصلنا إلى اتفاق إعلان جوبا، وأيضا توصلنا إلى اتفاق الإعلان السياسي. هاتين الاتفاقيتين فتحت الأبواب من أجل تحقيق السلام، ونحن من أجل السلام سوف نقدم كل ما لدينا حتى نحقق عملية السلام. نحن ملتزمين بالإعلان الذي وقع في جوبا، ملتزمين بكل بنوده، فسوف تبدأ الجولات التفاوض في خلال الأسبوعين القادمين، وسوف يتم هناك اختراق كبير، سوف نحقق السلام ونحقق الأمن ونحقق الاستقرار. هذا والتقى وفد الحركة وللولاية المكلف مالك الطيب خوجلي الذي رحب بالوفد، وأوضح أن وصولهم الولاية دليل على التحول نحو السلام والاستقرار، وأكد اهتمام حكومته بتحقيق الاستقرار حتى تنطلق التنمية والإعمار ويعود النازحون واللاجئون إلى مناطقهم. وأبان رئيس وفد حركة العدل والمساواة عقب اللقاء أنه ناقش مع الوالي مختلف القضايا خاصة على صعيد السلام والنازحين، وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين ما طرحه الوالي ورؤية الحركة مما يعد مؤشرا إيجابيا لمستقبل أهل الولاية. بادلنا فيها وجهات النظر حول مجمل القضايا عن كيفية إحلال السلام، وعملية السلام هي الحمى الشاغل لكل السودانيين وخاصة في ولايات دارفور، لأن المواطن في دارفور بتعانى معاناة كبيرة جدا من الحرب اللي استمر أكثر من 16 عاما، والآن جئنا لكي نضع السلاح ونعمل مع بعض في إطار تحقيق السلام حتى ينعم إنسان هذه الولاية بأمن وأمان، وينعم إنسان دارفور وإنسان السودان في أمن وأمان. في تطابق كبير جدا بيننا وبين الأخ الوالي في وجهة النظر، وإن شاء الله في الفترة القادمة سنلتقي ونفصل اللقاءات وتستمر اللقاءات حتى نبشر بالسلام، حتى يتم تحقيق السلام في الفترة القريبة العاجلة، وبعدها سنبدأ معا في اتجاه تنفيذ اتفاق السلام. قال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داود إن عودة الجبهة إلى اتفاق حسن النوايا والاتفاق السياسي اللذين تم توقيعهما بجوبا بين الحكومة والجبهة الثورية. وأشار داود في تصريحات عقب لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، أشار إلى أن الجبهة الشعبية ستعود إلى منبر جوبا لاستئناف عملية التفاوض في 21 من نوفمبر الجاري حسب المسارات التي حددتها خارطة طريق التفاوض التي وقعتها الأطراف خلال الجولة السابقة. وأوضح أن فلسفة الجبهة الشعبية للسلام في شرق السودان تقوم على قومية العملية السلمية لتشمل كافة المكونات الاجتماعية في الشرق وتمتد إلى الوطن كله، ومن اللقاء على حشد الدعم المجتمعي تجاه السلام وتقريب المسافات بين عملية التفاوض واتفاقيات شرق السودان الموقعة سابقا، بالإضافة إلى ضمان سير السلام جنبا إلى جنب مع عملية التحول الديمقراطي بالبلاد. دايرين ممثلنا في السيادة يكون جزء أصيل في شغل المفاوضات القادمة، اتناولنا وأنه يكون في تقريب وجهة نظر المسافات ما بين الاتفاقيات. نحن نعترف تماما باتفاقية سلام شرق السودان الموقعة 2006 في أسمرة، ونقول هذا جهدهم ومقدر بالنسبة لمؤتمر بيجا بقيادة الكوموندر موسى محمد أحمد وأمن الدرار. نحن نحافظ على حقوق الجميع
فلذلك حاولنا نقول لأخونا حسن نقول له ونحن أنت عندك دور كبير ومسؤولية كبيرة في تقريب وجهة نظر المسافات، ونحن باسم الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ونيابة عن الجبهة الثورية لنا استعداد تام للتعاون مع الجميع. أكدت المملكة العربية السعودية على زيادة حجم الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص في السودان، بالإضافة إلى زيادة الدعم خاصة في المشاريع الصحية التعليمية والخيرية. جاء ذلك لدى استقبال وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله لسفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم حسن بن علي جعفر، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. وأشادت الوزيرة بدعم المملكة العربية للسودان. دعت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية لنبذ الحرب والإرهاب وكل أشكال العنف والكراهية. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحركة ناجي مصطفى في فاتحة أعمال المؤتمر، قال إنهم سيعملون على استقرار الفترة الانتقالية انطلاقا من توجهات الحركة الرامية لوحدة التيارات السياسية المتجانسة لبناء تيارات وأحزاب سياسية كبيرة تعتمد الحوار والديمقراطية والحرية منهجا لها. وأكد أن الحركة تدعو إلى فتح صفحة جديدة من العالم الخارجي خاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد مبدأ الصداقة والأخوة الإنسانية. المستقبل تتلخص في الآتي: 1- سنعمل على ألا يكون الجيل الناهض اليوم وقودا للعنف في المستقبل. 2- سنكون حاجزا دون تشظي السودان وتقسمه في المستقبل. 3- سنعمل جاهدين ضد كل أشكال التمييز العنصري. 4- سنعمل على بناء اقتصاد سوداني قوي ومعافى. 5- سنعمل جاهدين من أجل إحداث إصلاح سياسي شامل في السودان. 6- سنعمل على استقرار وسلامة الفترة الانتقالية. 7- سنراجع ونصحح التاريخ السوداني. وكان مجلس شؤون الأحزاب السياسية قد أشرف على مجريات المؤتمر من حيث الدستور والقانون والنظام الأساسي والعضوية المشكلة للمؤتمر بغرض إجازة النظام الأساسي وتشكيل الهياكل الإدارية. المرجعية في الوصول للقرار الدستور وقانون شؤون الأحزاب السياسية ولائحته والنظام الأساسي للحزب المعني بالموضوع. المعني بالموضوع البحث أو النزاع كيفما يكون. قرارات المجلس مع حيثيات توزع على الأطراف المعنية بالأمر تساعدهم للطعن أمام المحاكم. ترى بعض القوى السياسية أن الإقصاء والتهميش ليس هو الطريق الصحيح في سبيل إصلاح الحياة السياسية والاجتماعية في السودان، وإلا ألا تكون السلطة التنفيذية أداة تسلط لمعاقبة الأشخاص دون وجه حق، ودعوا لإصلاح حكومي يسبقه إصلاح في الحركة السياسية العامة. ما بين وطأة الحاضر الذي يكابده الشعب السوداني وأمنياته الثورية في المستقبل، برزت هذه الحركة السياسية التي تنادي بإصلاح الحال توطئة لتنمية مرتجعة، ما فتح الباب أمام القوى السياسية الأخرى لتنثر كنانتها في هكذا متكأ. من القضايا التي شغلتنا في الساحات السياسية العامة في الفترة الماضية هي قضية الإقصاء، قضية الإقصاء وقضية التهميش وقضية المرتبطة بذلك ما نسميه الإسلاموفوبيا الجديدة. هذا النهج يجب أن يقف تماما. لا بد في مجتمع نتطلع إليه أن يكون مجتمعا معافى، تكون فيه حريات سائدة بين الجميع، لا يكون فيه تفرقة، لا يكون فيه إقصاء، لا يكون فيه جميعا متحدين متعارضين. قوى سياسية ترى أن السودان برقم الثورة، إلا أنه لا يزال مأزوما، الأمر الذي يجعله بحاجة ماسة لجراحة حقيقية خاصة فيما يلي الممارسة السياسية. وعليكم أولا أن تمدوا أيديكم إلى الحوار السوداني، وأن تبدوا بحوار سوداني سوداني يقود إلى استقرار البلد حتى نضيع البلد. وعليكم أولا أن تهتموا بقضايا الناس التي قامت من أجلها هذه الثورة،
قضايا المعاش وقضايا الاقتصاد وقضايا التنمية وقضايا الخدمات حتى لا يخرج الشارع مرة أخرى. الناصريون رأوا في ثورة ديسمبر معجزة ما كان لها أن ترى النور إلا بين يدي شعب معلم كالسودان، لكنهم قالوا بضرورة قيام حركة سياسية تستوعب مكتسبات هذه الثورة. استيعاب هذه الطاغات الجديدة يحتاج إلى حركة حقيقة، وأوصيكم بالديمقراطية الداخلية في حزبكم حركتكم في هذا الحزب. وعجبني جدا وسرني بالتركيز التي تم من اللجنة التحضيرية في ممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات الحزب المختلفة. فاتحة أعمال المؤتمر التأسيسي لحركة الإصلاح والتنمية شكلت منتدى سياسيا بعث برسائل مهمة غازلت راهن ومستقبل العملية السياسية في البلاد. مصطفى عبيد الله، الشروق، الخرطوم. استقبلت حكومة ولاية جنوب كردفان بمقر مفوضية العون الإنساني بالولاية أكثر من 200 أسرة من المواطنين العائدين من مناطق سيطرة الحركة الشعبية بمناطق محلية البورام. ووصف والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل وصف العودة بأنها استجابة لنداء السلام وفتح المسارات والمبادرات من الطرفين في إطار جهود السلام من الداخل، وأشار إلى مواصلة حكومته تهيئة المناخ لمزيد من الحوار والتواصل الاجتماعي من أجل السلام المستدام. هذا المنظر الآن الموجود أمامنا إنه هؤلاء الأهل إنه خلاص رجعوا لأهلهم وبقى التداخل بيناتهم عادي، ونحن تحدثنا عن إنه عملية السلام دي لابد من إنه تكون بيناتنا، يعني قبل ما يضيع العملية بتاعت السلام بتاعت جنوب السودان نحن هنا لا يكون في الولاية، خلاص بقينا في سلام بقينا عادي، الأهل يتواصلوا مع بعض، أي زول يسأل أهله أي زول داري يتعالج التواصل بقى بفتح أسواق عدة في مناطق عدة، وهذه الأسواق حديثة هي بدأت إعادة الصغة بين الأهل بيناتهم وبدأوا يلتقوا، وكان أول لغاء هو في المنطقة الجنوبية في منطقة البرام. من جانبه توقع مفوض العون الإنساني بالولاية خضر حسين طويل زيادة تدفقات العائدين في الأيام المقبلة مع بشريات السلام، وناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والوكالات الأممية العاملة بالبلاد بالتحرك وتقديم التدخلات المطلوبة في المسارات الإنسانية والتنموية لمقابلة حاجة العائدين والنازحين إلى الغذاء والإيواء والخدمات الأساسية. في استقبال أعداد كبيرة جدا جدا من المواطنين القادمين من 8 قرى من محلية البرام، وتقريبا امبارح من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 4 مساء العدد حصل 278 فرد. الآن لغاية الآن العدد حصل 485 فرد، ونحن الشيء المؤسف أنه في المفوضية ما عندنا أي شيء، يعني كمحصول استراتيجي نحن ما عندنا حاجة، لكن الحمد لله عملنا اتصال بأخواننا في أوشا بمجموعة من المنظمات ويتحركوا الحمد لله كتر خيرهم أخواننا في شركاء الإنسانية أخواننا في جروب الإيث هام يتحركوا وجاءوا مجموعة بتاعت ملابس. الآن السيد الوالي من قيادة الفرقة برع علينا بـ50 شباب بتعزرة، نحن عايزين نوجه نداء لأخواننا في كل الوكالات الأممية وكل المنظمات الدولية والوطنية في أن يتحركوا ويحصلون، لأن الأعداد كبيرة جدا جدا. ضبطت السلطات الأمنية بمنطقة أم روابة عربة محملة ببنادق كلاشينكوف كانت في طريقها إلى ولايات شرق السودان ومنها إلى المناطق الحدودية، وقد تم التحفظ على المتهمين، وستقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بإحالتهم وما تم تحريزهم من معروضات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم. ضبطت قوات الدعم السريع وضمن خطتها لتعزيز الاستقرار بشمال دارفور عددا من الأسلحة ومستحضرات التجميل المهربة والممنوعة، وهي ثاني حملة تقوم بها خلال أسبوعين. وخلال مخاطبته القوات بقيادة الدعم السريع أشاد والي الولاية المكلف مالك الطيب خوجلي بدور الدعم السريع في الحفاظ على صحة المواطن وأمنه ومحاربة تجارة المخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر والجريمة العابرة، ووجه بالاستمرار في حملات ضبط الأسلحة غير المقننة والمخدرات ومكافحة الجريمة،
وشدد الوالي على إنزال أقصى العقوبات على تجار السلاح ومن يحملون السلاح غير المقنن، إلى جانب حسم ظاهرة تجارة مستحضرات التجميل. هو عمل وطني كبير يصب في متطلبات الفترة الانتقالية الحالية التي يعني تحقق السلام والعدالة والحرية والطمأنينة للجميع. إذا تكلمنا عن هذه الأسلحة، ضبطيات في الأسلحة، يمكن لها دي دور كبير جدا، اللي هي ونحن الآن بنحاول نؤمن أبنانا وأخواننا كلهم في ولاية شمال دارفور، وخاصة نحن في موسم زراعي يتطلب حماية كبيرة للمزارع، حماية كبيرة للراعي. فدي أنا أتمنى أن تستمر هذه الحملات ويقبضوا على أي سلاح غير مغنن. من جانبه أكد قائد الدعم السريع قطاع شمال دارفور العميد جدو حمدان أبو شوك جاهزية قواته لتأمين البلاد عامة والولاية وتحصين الاقتصاد المحلي والقومي ومحاربة تجارة السلاح والبشر والمخدرات وحماية الحدود من أي خطر يتهدد البلاد، وجدد تأكيده بأن أعين الدعم مفتوحة على كل المعابر والمداخل وقواته جاهزة للحسم، وأوضح أنهم أهل أفعال وليسوا أهل أقوال. يقول فعل، والله نحن جاهزين سيد الوالي، نحن جاهزين بكل عين للشعب تأمين هذه الحاجات السالبة. والله نحن عنا فتح ليلول ونهارا بهوية تجارة البشر، أما تجارة المخدرات، أما الهجرة الغير شرعية، نحن والله جاهزين لها، عنا مفتحة تماما، ولا نايمين ليل ولا نهارا، وهذا شغل قدامكم. ونحن أقول لك السيد الوالي، يعني نحن ناس عمل. ثمن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الدور الذي ظلت تطلع به النرويج في دعم التغيير السياسي والتحول الديمقراطي ومجهوداتها المستمرة في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخبير الاقتصادي العالمي البروفيسور إيريك رينارد الذي يزور البلاد هذه الأيام، وذلك بحضور السفير النرويجي بالخرطوم السيد بارد هوبلاند. وأوضح دكتور حمدوك أن زيارة دكتور إيريك للسودان جاءت في وقتها، وأعرب عن أمله في أن يسهم بفكره وبما لديه من خبرات عالمية في الدفع بالنهضة الاقتصادية بالبلاد. من جانبه أوضح البروفيسور إيريك أن السودان قادر على النهوض اقتصاديا في وقت وجيز إذا ما أحسن توظيف الإمكانات والموارد الهائلة التي يتمتع بها. أكدت مجموعة بنك التنمية الأفريقي استمرار دعمها للسودان، ووعد المدير التنفيذي لمجموعة السودان بالبنك كيم بارلي لدى لقائه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، وعد بالنظر بإيجابية لبحث أولويات حكومة السودان ورفعها لجهات الاختصاص بالبنك. وقدم الوزير شرحا ضافيا للتطورات الاقتصادية في السودان وأولويات المرحلة بالتركيز على قطاعات الزراعة والنقل والطاقة والكهرباء وتشغيل الشباب، وتم التفاكر حول إمكانية تمويل مشروعات في هذه المجالات ضمن برامج تمويل مجموعة البنك للفترة القادمة، وثمن جهود المجموعة ودعمها المتواصل للاقتصاد السوداني، وتم التفاكر بين الجانبين حول موقف تنفيذ المشروعات الممولة من البنك واتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز وتسريع تنفيذها، كما تم التفاكر حول مجالات تدخلات البنك للمرحلة المقبلة وفق الأسبقيات المتفق عليها بين الجانبين. يذكر أن المنح المقدمة من البنك للسودان بلغت حتى الآن 325 مليون دولار. شهدت الفترة الأخيرة انفراجا نسبيا لأزمة الوقود بولاية شمال كردفان بفضل تدابير اتخذتها السلطات المختصة للحد من تهريب الوقود والتعامل بالبطاقات لمركبات النقل وفرض رقابة محكمة على محطات التوزيع ومتابعة انسياب حصة الولاية من الوقود. ويرى سائقو مركبات وعاملون بالمحطات أن الوقود متوفر على مدار اليوم حاليا عكس ما كان عليه الحال في الماضي. بوادر إيجابية بدت على انسياب حركة المركبات العامة بمدينة الأبيض والطرق العابرة لها، فأزمة الوقود التي عانت منها البلاد أشهرا عديدة تسير نحو الانفراج سيما هنا في ولاية شمال كردفان،
فسائقو المركبات رغم عدم علمهم بأسباب الأزمة إلا أنهم يرون أفضلية في الراهن قياسا على معاناة الماضي. والله بالنسبة للوقود يعني ديزل أو بنزين، نحن الحمد لله في المنطقة الصناعية وعندنا طلبة مرحلهم وبنمشي ونجي، والله الواحد شاكر الله وشاكر الوضع الآن، الوضع الآن فوق تحسن يعني، كلام نحن بنقوله من غير أي رياء ولا عندنا انتماء لأي جهة، انتماءنا ناس وطنيين. يعني الوطن ده نحن أي إنسان يجي يخدم الوطن بنشوفه زي الأم والأبو بالنسبة لنا نحن، والله وضع ده ربنا زادنا منه الآن في تحسن، عربية عربيتين يوم ما دارت تكب بنزين بتكب طوالي. بعض الإجراءات التي تمت بالولاية للحد من تسرب الوقود للسوق الأسود أسهمت في توفره بالمحطات خاصة الجازولين. من خلال ملاحظتنا للوقود متوفر والله، يعني أنا عندي 500 جالون مصدقة، لما جيت الطرمبة هسي ما لقيت أي عربية واقفة ولا أو إلا البرميلين ديل، فالوقود متوفر إن شاء الله ما في عوجة، ما زي زمان، زمان نحن نجي نجيب في الطرمبة بنطلع بالليل، لكن هسي الوقود متوفر والحمد لله ما في حاجة. ونسبة لوقوع الولاية في وسط البلاد وباعتبارها محطة للتزود بالوقود تحتاج إلى زيادة حصتها لمقابلة الحوجة المتزايدة للوقود خاصة بعد عودة الحركة بطريق الصادرات بارا أم درمان. نحن بيجينا 10,000 مع أزمة الوقود بتتم معانا 4-5 يوم، لو اشتغلت تصاديق بتتم معانا الأسبوع، ولو شغالين عربات سفرية بتمشي خرطوم الفاشر بتقعد معانا 5 أيام عشان البصات بتشيل كمية كبيرة ذهاب وإياب من الولاية هنا. في كويس لقيت صفوف تقيلة إلا عندي بقى غورة كبيرة حتى قدرت نواصل، لكن ما شاء الله الولاية دي هسي بنزينها كويس والله متوفر متوفر شديد، هسي أنا دي العربية الثالثة جيت خشيت طوالي كبيت. الولاية كونت آلية تطلع بمهمة مراقبة المحطات وتحريك الوارد للولاية من الوقود على أن يتم التعامل بالبطاقات للسيارات الملاكي والتصاديق الرسمية لبقية المركبات. كل المحطات هي تعمل بصورة جيدة الحمد لله، وعندنا بالنسبة للجازولين عندنا التنظيم أو التخصيص بالنسبة للمحطات، يعني في اليوم عندنا يوميا بتعمل جميع المحطات من البصات السفرية المواصلات الداخلية من الملاكي وكل العربات تعمل عندها في المحطات بصورة جيدة والحمد لله وتصلنا كميات كويسة. لحد ما شهدت أزمة الوقود انفراجا أدى لتقليل ازدحام السيارات أمام محطات الوقود وسهولة الحركة، لكن الخوف من تجدد الأزمة ما زال يسيطر على الكثيرين ما لم تتخذ السلطات المختصة إجراءات تضمن حل الأزمة جذريا. عبد اللطيف عبد الله، الشروق، شمال كردفان، الأبيض. كما شهدت ولاية نهر النيل انفراجا كبيرا في أزمة الوقود بعد أن نجحت حكومة الولاية بإسناد الأمر إلى آلية أمنية وإدارية نافذة، وذلك بإحكام عملية حصص التوزيع عبر نظام بطاقات معتمدة من المحليات باشتراط تقنين المركبات وتقديرات استهلاكها، وهو ما أسهم في الحفاظ على عمليات الإمداد باستقرار وتوازن وعدالة بين كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية. حالة من الانفراج الملحوظ في المحروقات باتت تشهدها ولاية نهر النيل في أعقاب ما شهد لأزمة خانقة وبالغة التعقيد. والحمد لله أنا حسي البلد متوفر فيها الجهاز ومتوفر فيها البنزين، وبالنسبة للمواصلات برضه يعني الوضع هنا كويس جدا في الولاية، المواصلات يعني ما عندها أي مشكلة في أزمة الجازولين، يعني محددين طرمبا محددين محطات بتاعت وقود للتصاديق وللزراعية وللمواصلات وللعامة. الكثير من محطات الخدمات البترولية للوقود اختفت منها مظاهر التكدس والفوضى بعد أن أحكمت فيها عمليات الرقابة بنظام البطاقات المرتبطة بحصص التوزيع وفق ضوابط تقنين المركبات واستهلاكها. الفترة الهسعة كانت أحسن من زمان كثير، كنا بنعاني والله، نجي النباهات ونجي الصباح ونجي بالليل ونرقد ونهمل أطفالنا، والواحد بيجي كله عشان يكون جاهز للمواطن يعني الحمد لله والله الأزمات فكت، أمورنا وضحت الحمد لله، ما في حاجة ناقصة، لكن الولاية طبعا بتطالب بزيادة وقود زيادة. بالنسبة لنا نحن عندنا منطقة تعدين منطقة عبورية، يعني جاي من برسودان جاي نازل فوقنا إن شاء الله.
وبانفراج أزمة الوقود تلاشت مضاربات السوق الأسود والأساليب الملتوية في التخزين والتهريب والاحتكار. حقيقة جشع، لأنهم بيشيلوا تخزين أسي، تخش لك أي بيت سابقا تلقى الحمام فيه بنزين، تلقى المخزن فيه جاز، تلقى الإنسان يجي عبي ونشي يبيع، يخزن ما يبيع، بيع ما في، في تخزين. السوق الأسود عنده ناس فراو، لكن الحمد لله سين فراي تام، أدار يخزن بعد كي يخزن، لأنه ما حيلقى طريقة. وتؤكد حكومة ولاية نهر النيل التزامها الصارم بتطبيق النظام الذي ابتدرته في ضبط وتوزيع الوقود، قاطع بأنها حرصت على الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الاقتصادية والخدمية بعدالة وشفافية. عملنا آليات بتاعت إحكام سيطرة وضبط عالي جدا، هذه الأشياء لا تأتي بمحض صدفة، وإنما هنالك جهود مضنية وعمل شاق متواصل وتنسيق محكم مع كل جهات في إطار ضبط هذا الوقود الذي له أكثر من 4 أسعار: خدمي وزراعي وتعدين وصناعي. على الرغم من الضغط المستمر الواقع على ولاية نهر النيل جراء الطلب المتزايد في المحروقات لمقابلة احتياجات قطاعات التعدين والزراعة والصناعة والخدمات، إلا أن حكومة الولاية نجحت في أن يكون حجم الإمداد متوازن وبشكل مستقر. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. لمناقشة هذا الموضوع داخل الاستوديو أسعد أن يكون معي داخل الاستوديو الباشمهندس إسحاق بشير جمع، وزير النفط الأسبق والمتخصص في الطاقة. مرحبا بك، مساء الخير. اهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا، مساء الخير قناة الشروق. نعم باشمهندس، يعني بوصفك متخصص في في في, في هذا القطاع، قطاع الطاقة، وايضا كمراقب للوضع، في تقديرك ما هي اسباب هذه الأزمة التي تطيل يعني كل مرة وتطيل ايضا حين بعد حين؟ ابدا اقول اول حاجة، يعني هنا نقول اختناقات مش أزمة بالمعنى. التركيبة بتاعت إمدادات البترولية بتاعتنا التركيبة بتاعت استهلاك المباشر. الاستهلاك المباشر بمعنى أنه أنت إمداداتك سواء كان من الاستيراد أو من المصافي بتمشي للاستهلاك. عندنا مشكلة أو يعني البنيات التحتية بتاعتنا ما بالمستوى المطلوب أو الموجود عادة في البترول. يكون عندك تخزين، يعني ساعات تخزينية أو مواعين تخزينية لستة شهور تقريبا. احنا اقصى حد للتخزين عندنا زي 15 ل 30 يوم، وهي موزعة على نطاق القطر. فبالتالي احنا حسا حاليا استهلاكنا تقريبا زي 50% انتاج من المصفى من المصافي و 50% استيراد. وبالتالي العجز ده بيتم بطريق الاستيراد. المشكلة الأولى في الاستيراد هو توفر الموارد المالية، ده الجانب المهم جدا. لكن بعد ذاك حركة الاستيراد، الاستيراد يعني عبر البواخر وتجي في المينا، والمينا ذاتها في مرابط خاصة، ومن المرابط تضخ للمستودعات، ومن المستودعات بعد ذاك نقل. احنا عندنا يعني بالنسبة للمنتجات خطوط أنابيب لنقل للخرطوم خطين، لكن يعني ما بيكفوا، ما بالمستوى اللي يلبي الاحتياجات بتاعت الاستيراد. فبالتالي بيتم جزء منه عن طريق النقل البري، والنقل البري مهما عملنا يعني ما كفاية. يعني خط الأنابيب تقريبا يعني بنقل دي 3000 طن متري في اليوم. لو قلنا النقل البري يعني القطر فيه 30 عربية، لو قلنا مستوى القطر، القطر بينقل دي من 800 ل 1000 طن في اليوم، أي بمعنى 30 عربية. فالخط مع أنه ما بيغطي الاحتياجات بينقل ما يعادل 3 قطارات في اليوم. في هذه الاختناقات يعني إحنا يمكن لظروفنا الاقتصادية ما قدرنا نتوسع بالمستوى اللي نوفر بها البنية التحتية، وبالتالي بيكون في إشكالات اختناقات نقل من بورسودان لداخل القطر، وأيضا اختناقات يعني حتى أننا بعد الاختناقات من مصفات الجيلي لداخل الخرطوم نتيجة للمصفى ذاته. يعني الموقع الحالي ده كان ما الموقع الأمثل، الموقع الأمثل كان مخترع في كوستي، لكن لظروف أمنية وخلافه اقترح الموقع الجديد ده في يعني لما بدأ مشروع استغلال البترول السوداني
مع صينيين او مع شرقيين صينيين وماليزيين والهنود. نعم باشمهندس، يعني ما هي الميزه التي او الفائده التي كان يمكن ان يحدثها يعني انشاء المحطه او انشاء مصفات البترول في كوستي بدلا عن الجيلي؟ مناطق الاستهلاك، ما احنا كل الاستهلاك لازم يمر من الجيلي عبر الاختناقات بتاعت الطرق في مدينة الخرطوم، وبعد ذلك تمشي الغرب، بعد ذلك تمشي جنوبا كوستي، بعد ذلك دي مناطق بتاع الانتاج، وتمشي مدني وتمشي قضارف. وهسه في مشروع بتاع خط انابيب من الخرطوم لمدني، ومشروع برضو مفروض يمتد لكوستي، ومشروع تاني للقضارف، وايضا عندنا التزامات مع جارة اثيوبيا، وربما مقترح مشروع بتاع خط انابيب لنقل المنتجات لاثيوبيا. خطوط الانابيب هي الامثل لنقل المنتجات البتروليه للسرعه، وبعدين للامان، ولعدم يكون في فاقد، يعني الوسائل الثانيه فيها فقد، ومن ناحيه اقتصاديه برضه الامثل. الاستثمار الاولي عالي نسبيا، لكن في المدى المتوسط يعني بديك اقتصاديات افضل، وبعدين بديك اقتصاديات بتاع النقل اسرع يعني. نعم باشمهندس، اشرت الى ان يعني ضيق الساعات التخزينيه والمواعين التخزينيه وايضا اشكال النقل هو واحد من الاسباب التي يعني تجعل من هذه المشكله مشكله متكرره، لكن يعني قبل عام او اكثر لم تظهر هذه المشكله، يعني هناك كان هناك استقرار لفتره طويله في الامداد. يعني قبل 2017 في استقرار نتيجة للاستهلاك، ونتيجة للمصافي كانت شغالة بطاقتها القصوى، ونتيجة لبرضه توفر الموارد in time في مواعيدها، عشان تقدر تعمل الاستيراد في مواعيدها، عشان تقدر برضه يكون الامداد يكون في مواعيدها. اي خلل في الحلقة دي، سواء كان تأخير في الموارد المالية، سواء كان تأخير في الشحن من بور السودان للخرطوم، أو الطاقة بتاعة المصفاة ما بالطاقة القصوى، يعني مصفاة الخرطوم بتعمل 100,000 برميل في اليوم، ومصفاة بور السودان مصفاة الأبيض بتعمل 15,000 برميل في اليوم. هسه تقريبا مصفاة الأبيض معطلة لأنه ما عندنا خام كفاية، وبعدين مصفاة الجيلي شغالة، يعني هي مصفاتين، واحدة شغالة under capacity، فبالتالي دي كلها مجموعة أسباب. في أسباب تانية في التوزيع، التوزيع النهائي كان واحد من الإشراف على الولايات، ناس الولايات آليات الإشراف بتاعهم كان برضو فيه خلل، في يعني عنصر إضافي بالنسبة للديزل أو الغازويل في أكثر من سعر. هذه برضه واحدة من المشكلات، يعني السعر للمستهلك النهائي في المحطات هي يعني سعر مدعوم جدا، هنالك سعر للمعدنين، هنالك سعر للصناعات، هنالك زي ما ورد هسي في التقرير، هناك عدة أسعار، يعني عدة أسعار في البترول بالذات، لو يكون في عدة أسعار في يكون في انسياب من السعر المدعوم للسعر الما مدعوم، وكثير من الناس بيخلي الناس يخزنوا ويمارسوا الممارسات اللي يستفيدوا من فارق السعر، وبعدين اصحاب السعر العالي برضو يحاولوا يجذبوا اصحاب السعر المنخفض علشان يعملوا وفورات في موضوع التكلفة. باشمهندس اسحاق، يعني كحل عاجل ما المطلوب ل يعني الحد من هذه المشكلة يعني بشكل عاجل الان؟ الحل العاجل اول حاجه يعني اداره الانسياب سواء كان من الاستيراد او المصفى بطريقه يعني بطريقه بكفاءه عاليه، يعني على مدار الساعه بكفاءه عاليه، دي مساله مهمه جدا. الولايات جزء من المشكله، وزاره النفط او وزاره الطاقه هي ما عندها السلطه على التوزيع النهائي، الولايات بيستخدموا اليات مختلفه، بيستخدموا آليات أمنية وآليات توزيع إدارة وآليات، وبعدين بيستخدموا قوانين محلية. هنا برضو عاوزة قدر من الإدارة، يعني الموضوع انسياب المنتجات البترولية هي ما موضوع أمني ولا موضوع، يعني هي عاوزة إدارة حقيقية من متخصصين يديروا هذا الأمر بصورة
يعني بكفاءة أفضل. نعم. كثير من في هنالك قوانين أوامر المتبقية والقوانين المشتركة بتعمل نوع من الخلل في الإدارة الجيدة للمنتجات البترولية وانسيابها داخل الولايات عبر الولايات وكده. نعم. يعني نعم. شكرا جزيلا الباشمهندس إسحاق بشير جماع وزير النفط الأسبق والمتخصص في مجال الطاقة. شكرا جزيلا لك. أهلا بك. مرحبا بك. الله يعرفك. طالبت قوى ثورة 13 ديسمبر وتجمع شباب السودان وقوى الهامش السوداني بضرورة إشراك قطاع الشباب الثوري في نسب المجلس التشريعي باعتبار أنهم جزء أصيل يحق لهم التواجد داخل قبة البرلمان وصناعة المشهد السوداني. في تصريح للشروق قال رئيس قوى ثورة 13 ديسمبر هيثم دينار أنهم بصدد التمسك بمشاركة الشباب وأن رؤيتهم في المشاركة في نسبة 33% واضحة وداعمة للشباب. شرعنا في غامة هذا المؤتمر لملاحظات محددة من ضمنها أنه شعرنا نحن كقوة غير موقعة في إعلان الحرية والتغيير أنه هنالك أحزاب داخل الحرية والتغيير الآن يعني بدأت تسرع الخطى في الالتفاف حول هذه النسبة غير المستحقة بالنسبة لهم لأنه عندهم نسبة 67% ومفروض يعني لحساسية المرحلة الجاية وحساسية السودان إنه يتيحوا فرصة إنه أي إنسان ثوري شارك في هذه الثورة يشوف نفسه في مراية السودان الجديد. من جانبه أوضح رئيس تجمع الشباب السودان أيوب عثمان عن رؤيتهم المشتركة كتجمع مع الكيانات المختلفة في دعم اتجاه إشراك الشباب في المجلس التشريعي لما لهم من تأثير ودور كبير في التغيير، وقطع بعدم السماح للقوى الأخرى بسلب حق الشباب. نحن نتكلم عن انه مشاركه شباب السودان كله من مختلف انتماءاتهم الموجودين في الحريه والتغيير وغير الحريه والتغيير ان الشباب ديل يمثلوا ويشاركوا في كل مؤسسات الدوله في المرحله الانتقاليه في السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والمفوضيات وكلها يشاركوا ب 70%. ومش كده، احنا بنطالب انه كلها انه الشباب ديل يتولوا قياده المجتمع والدوله ويتيحوا لهم فرصه في احزابهم يتقلوا ولأنه يضخوا دماء جديدة في شرائين الأحزاب، وأنه الشباب دي لابد أنه يشاركوا مشاركة فاعلة وشاركة إيجابية في إطار الحكومة الانتقالية. طالب المتحدثون بالملتقى التفاكري الأول لمعاشي الخدمة المدنية بمحلية الخرطوم بعلاج المعاشيين مجانا أسوة بعلاج الأطفال دون سن 5 والذي تقره الدولة لتلك الفئة باعتبار أن المعاشيين أفنوا زهرة شبابهم وسكبوا العرق في خدمة الوطن إلى أن وصلوا لسن المعاش الحتمية. وأقر المتحدثون بالمعاناة التي يجدوها خلال تلقيهم العلاج بالمؤسسات الحكومية وطالبوا بتخصيص بطاقات علاجية مميزة لهم تسهيلا لإجراءاتهم في تلقي العلاج بالمستشفيات.